السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنحل مع بعض اسئله سبيكينج اند رايتنج كورنر. دي صفحات بتساعدنا على حل المحادثه والباراجراف. سنه ثانيه اعدادي الترم الثاني 2024. حلينا مع بعض الوحده السابعه بالكامل واسئله السبيكينج، والنهارده بنكمل يونت 8 الوحده الثامنه. بيج صفحه 75 صفحه 75. هنا بيقول لي your favorite type of food، النوع المفضل ليك من الطعام. هنا جيب لي الخطوة الأولى، بكمل كلمات ثم بكمل محادثة كاملة. what is your favorite؟ هتبقى juicy fruit، ايه فاكهتك المليئة بالعصير المفضلة؟ juicy. طبعا في الامتحان مش هيجيب لي بالعربي. قال له I like watermelons، بحب البطيخ and oranges والبرتقال. هنا do you like نقط فود تبقى سبايسي، هل بتحب الطعام اللي فيه توابل كتير؟ قال له yes I do. which type of food ايه نوع الطعام؟ are you هتبقى نقط، يبقى allergic to اللي عندك حساسية، يبقى what type of food are you allergic to. قال له I am allergic to strawberries، عندي حساسية من الفراولة. دي الخطوة الأولى. طب الخطوة الثانية، حودة أو هدى is talking with لميس about food. هدى بتكلم لميس عن الطعام. هدى بتقول do you like food، هل بتحب الطعام؟ طبعا يا سيدو، أيوة بحبه. سؤال إجابته I like rice and pasta، بحب الرز والمكرونة. يبقى what food do you prefer or what food do you like، الطعام اللي بتفضليه، or what's your favorite food، what food do you like. لا بحب الرز والمكرونه. سؤال يبقى why، لماذا؟ عشان اجابته because. وممكن اقول why do you like، ليه بتحبي rice and pasta، او why بس اجابه صحيحه. because يجيبني عشان هي بتديني enough energy، طاقه ايه كفايه. Are you allergic to any kind of food؟ هل انت عندك حساسية من اي نوع من الطعام؟ اقول yes I am، ايوة. What type of food are you allergic to؟ ايه نوع الطعام اللي عندك حساسية منه؟ اقول I am allergic to strawberries، عندي من الفراولة. يبقى بنكمل كلمات وبنكمل جمل. المحادثة الثانية your favorite snack، وجبتك المفضلة. بيقول لي ايه what is your favorite، نقطة هتبقى سناك. قال له I like nuts، انا بحب النتس. Would you like نقطة something، يبقى would you like some، هل تحب بعض الشيء؟ ده عرض، تيجي معاها some بعض الشيء. قال له yes please. هنا would you like a nut milk، اللبن لا يعد، يبقى would you like a little milk، هل تحب القليل من اللبن. on your tea، قال له yes please just a little، فقط قليل. وممكن اقول ايه would you like a cup، ما فيش غير a little milk دي افضل حاجة. قال له ايوه بس قليل لو سمحت. منى and ايمان are talking about snacks، بيتكلموا عن الوجبات الخفيفة. What's your favorite snack؟ قال له إجابة، قال له سؤال، قال له because it is very delicious، لأنها لذيذة. سؤال بأكلها في المطاعم، بتاكل إيه تاني؟ يبقى مثلا I like nuts، ما دام ما حددش بحب المكسرات. Why؟ ليه؟ because it is very delicious، لأنها لذيذة. سؤال إجابته I eat it in restaurants، انا باكلها في المطاعم. طبعا ناس كتير بتقول لي يا مستر واي صح، طب ممكن اكمل اقول له واي دو يو لايك نتس، واي دو يو لايك نتس، او واي بس. ليه؟ عشان هي لذيذه. يبقى وير دو يو ايت ات، بتاكلها فين؟ قال له باكلها في المطاعم. قال له وات ايلس دو يو ايت، ايضا بتاكل ايه؟
قال له إجابة، قال له how often do you eat vegetables؟ كم مرة بتاكل فيها الخضار؟ يبقى I eat vegetables. بتاكل إيه أيضا؟ قال له أنا باكل خضار. قال له كم مرة بتاكل فيها الخضار؟ هقول I مثلا eat vegetables every day، باكل خضروات كل يوم. هنا جيب لي موضوعين، اول موضوع your favorite type of food، طعامك المفضل. تاني موضوع your favorite snack، وجبتك المفضلة. طبعا هكتب العنوان في نص السطر، هنكتب كده فكرته بس. نختار ده my favorite snack، العنوان من علامات التنصيص. سيبنا مسافة في أول إيه سطر، هقول I like fruits، أنا بحب الفواكه. fruits أو زي عايدة عليها أنواع الفواكه are my favorite سناكس، هي وجباتي الخفيفة المفضلة. they are healthy، الفواكه مفيدة. they are delicious and وهي لذيذة and good for me. My parents والدي advise me بينصحوني to eat fruits إن أنا آكل الفواكه every day كل يوم. هي دي بس الفكرة، العنوان في نص السطر من علامات التنصيص. أسيب مسافة في أول سطر، الحرف الأول كابيتال وفي نهاية كل جملة فول ستوب. وبكده يبقى خلصنا صفحة 75. بيج 89، صفحة 89، وصفحة تانية على مهارة التحدث والكتابة. هنا بيقول لي unusual food you have tried before، طعام غريب جربته قبل كده. هنا بيقول لي did you try any unusual food؟ unusual، هل جربت طعام غريب؟ قال له yes I did. قال له what did you try؟ جربت ايه يا ترى؟ قال له I tried sencha eggs، بيت طبعا غريب جدا في الصين. what are they like؟ they are black and green، هو لونه اسود واخضر inside، في الداخل، بيت معفن يعني. الخطوة التانية هنا سؤال عايز إجابة أو إجابة عايز سؤال. Have you tried any unusual food؟ هل جربت طعام غريب قبل كده؟ Yes، أيوة I have. قال له سؤال إجابته It's from China، يبقى من أنهي دولة اللي جربته ده؟ يبقى which أو where is this unusual food؟ الطعام الغريب منين يعني؟ قال له it's from China، من الصين. سؤال اجابته I tried century eggs، جربت بيض القرن. يبقى what أو what food did you try؟ قال له I tried century eggs، بيض القرن. what are they like؟ يعني هو شبه ايه او هو وصفه ايه؟ they are black and green، لونه اسود واخضر inside في الداخل. do you like it او did you like it؟ هل حبيته؟ يا اما اقول yes I did يا اما no I didn't. انا هقول no I didn't، لا. الخطوة التانية جايب لي محادثة على your favorite recipe،
وجبتك او وصفتك المفضلة. What is your favorite recipe? It's omelette. Do you not much salt? Do you add? هل بتضيف الكثير من الملح to your recipe للوجبة؟ No. Much salt is unhealthy. الكثير من الملح غير صحي. For me ليا. طب الخطوة الثانية. Do you like? هل بتحب trying food recipes؟ أو يا سيدو هل بتحب تجرب وصفات الطعام؟ أيوة. سؤال إجابته my favorite recipe وجبتي المفضلة is فول مدمس. يبقى what is your favorite recipe؟ إيه هي وجبتك المفضلة؟ what is your favorite recipe؟ إيه هي وجبتك المفضلة؟ قال له وجبتي الفول المدمس. بتحبها ازاي؟ I like it spicy. بحبها يكون فيها توابل. يبقى how do you like it؟ كيف تحبها؟ قال له what do you pour over it؟ بتحط عليها ايه؟ ممكن بحط عليها مثلا ملح، بحط عليها مثلا زيت، بحط عليها فلفل اسمر. يبقى بتحط عليها ايه؟ اويل. اويل مثلا زيت. اند مثلا a little salt وقليل من الملح. Do you like فول مدمس served with onions؟ هل بتحب الفول يتقدم مع البصل؟ Yes I do. يبقى do you تبقى yes I do. ثم هنا جايب لي باراجرافين، باراجراف على unusual food طعام غريب you have tried before جربته قبل كده، او your favorite recipe وجبتك المفضلة. ممكن لو هتتكلم عن الطعام الغريب هقول مثلا I tried انا جربت مثلا century eggs يعني البيض بيض القرن. It's from China هو من الصين. They are black and green inside. اتكلم عن البيض اللي هو القرون ولازم يبقى عندي معلومات عنه. وجبتك المفضله ممكن اتكلم عن الكشري، ممكن اتكلم عن الاومليت والطريقه. اهم حاجه اكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، هسيب مسافه في اول سطر. وطبعا هنحل الباراجرافات وطريقه حلها في فيديو منفصل ان شاء الله بالكامل. بيج 105 صفحه 105. كومبليت ذا فولوينج دايلوج اكمل المحادثه. عبده از ات ذا ريستورانت عبده في المطعم. هنا ويتر الجرسون بيقول له هاو كان هيلب يو اي خدمه ممكن اساعدك؟ قال له سؤال، قال له جمله، قال له اوكي هير يو ار وات وود يو لايك تو هاف. يبقى انا عايز المنيو لو سمحت. اي وونت ا منيو. قال له اتفضل عايز ايه؟ قال له جمله، قال له سؤال، قال له يس اي وود لايك ا سلطه. ايوه انا بحب السلطه. قال له سؤال، قال له I would like some orange juice عايز عصير برتقال. قال له حاجة تانية أو لا؟ يبقى would what would you like to have؟ هقول مثلا I would like to have fish مثلا عايز آكل سمك. ثم قال له جملة، قال له yes I would like a salad. طب would you like أصلا تحب السلطة عشان أقدمها لك يعني؟ قال له أيوة. قال له سؤال، قال له I would like some orange. طيب what would you like to drink؟ تحب تشرب إيه؟ قال له I would like some oranges عصير برتقال. قال له anything else حاجة تانية أو أي شيء؟ قال له thanks شكرا. وبكده يبقى خلصنا أسئلة Conversation and Writing Corner Unit 8. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد. ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.